بوردو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 13، وان شاء الله كيفاش وين اليوم وين باريس سان جيرمان يضرب بقوه خارج ميدانه امام بوردو، وان شاء الله كيفاش نيمار وين سجل في الشوط الاول يعني هدفين في الدقيقه 26، نيمار يعود ويسجل الهدف الثاني له شخصيا ولباريس سان جيرمان لناديه في الدقيقه 43، كليني وين يعود في الشوط الثاني ويسجل الهدف في الدقيقه 63، شنا البرت من جانب بوردو وين يسجل هدف شرفي في الدقيقه 78، هدف التقليص يعني وين كانت نقولوا باللي كانت المباراه في صالح يعني في صالح باريس سان جيرمان يعني امام بوردو، 43% نسبه استحواذ، 57% باريس سان جيرمان. شان ماوريسيو اللي دخل بخطه 4-3-3، شان يعني المدرب تاع بوردو اللي دخل بخطه 4-1-4-1، يعني كانت تمريرات 490 تمريره باريس سان جيرمان، 349 تمريره البوردو، يعني شان وين نقولوا بلي وين باريس سان جيرمان وين نافاس في الحراسه، اشرف الحكيمي ثيوغ شان كيفاش ماركينوس خون جوليان ايراك جورجينيو اندريا نيمار كليني شان كيفاش نونو اللي دخل في الشوط الثاني ادرياس شان كيفاش دانيلو اللي دخلوا في الشوط الثاني، يعني كانت نقولوا بلي وين نقولوا بوردو وين منع من هزيمه اثقل من هذه، وان شاء الله نونو في الحراسه وين لعب دور كبير يعني وين رغم انه تلقى اهداف لكن انقذ مرماه من عده اهداف، لوران شنا ستيفان شنا كيفاش تيمونتي جان شنا ياسين عدلي شنا كيفاش البرت المسجل الهدف الوحيد، شنا كيفاش يعني وين نقولوا باللي وين كانت المباراه مباراه اللي كانت في صالح باريس سان جيرمان يعني في كل الخطوط، يعني وين نشوفوا بلي ضيعوا الكثير من الاهداف، يعني وين باريس سان جيرمان وين ضيعت الكثير من الاهداف في هذه المباراه، يعني مباراه اللي كانت في صالحهم يعني بكل شان كيفاش وين بوردو خاصه وين كان منهزم يعني وقاعد يلعب في الدفاع يعني ويلعب الكرات المرتده، يعني ما نجمش يفتح اللعب امام فريق عنده نجوم كبار. هذه هي المباراه، هذه الجولة 13، بوردو باريس سان جيرمان يفوز بالأداء والنتيجة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.